مرحبا بحضراتكم. والفقرة الأخيرة والكلام المتواصل طبعا واللي لا يخلو عن حديثنا عن النادي الأهلي ب يعني الاستعدادات الفترة القادمة، كأس العالم للأندية، الناس متفائلة ولا لأ؟ طب احنا هنقدر نوصل للفاينل ولا لأ؟ جوائز الكاف كمان اللي الحمد لله لا تخلو من اسم النادي الأهلي واللعيبة، كل ده وأكتر مع ضيفنا العزيز كريم فاضل الناقد الرياضي. كريم صباح الهنا. صباح الفل، اهلا بيك. وبحب فيك دايما التفاؤل، لان كريم خلينا اقول لحضراتكم طبعا اللي بيتابعنا من النقاد المتفائلين جدا وعنده ثقه كبيره جدا في النادي الاهلي وفي كلامه، وحبك لحاجه ما بيبقاش وراء قلق. يعني انا مثلا ممكن احب النادي الاهلي بس بعض المباريات وبعض الامور تخليني اقلق، تخليني اتشكك ثواني خلاص. انت لا، انت عندك ثقه وعندك ايمان. كنا قبل الهوا بقول لك على كاس العالم للانديه انا قلقانه، قلت لي احنا هنوصل للفاينل وبثقه ان شاء الله. خليني ابدا من هنا، هل احنا ممكن نوصل للفاينل بجد وبسهوله؟ خلينا نقول طيب، هو الـ يعني في البدايه برحب بحضرتك، ودايما بكون سعيد لما بكون معاكم من البيت الكبير زي ما بتطلقوا عليه في قناه النادي الاهلي. الثقه اللي موجوده عندي دي نبع من التاريخ، يعني طول عمر النادي الاهلي عودنا على ده، عودنا يعني زي ما بيقولوا كده المستحيل ليس اهلاوي. حلو. فايه المشكله ان انا اصعد فاينل؟ هل عشان خاطر ان حصل تراجع في النتائج مؤخرا وفي اداء بعض اللاعبين؟ لو تتذكري خلال السنوات الاخيره اللي كان الاهلي بيلعب فيها مونديال الانديه، دايما كان قبل البطوله بيحصل دروب، اللاعبين بتستفيق بشكل كبير جدا جدا جدا، وبتقدر تلم نفسها بلغه الكوره وتلعب وتقدم اداء قوي. لو تتذكري لما الاهلي لعب الهلال السعودي كانت الترشيحات كلها لصالح الهلال، ولكن اللي حصل ايه؟ ان الاهلي قدر يفوز وفوز عريض برباعيه نظيفه. الاهلي امام مونتيري وغياب لاعبين مؤثرين جدا زي على راسهم كان ساعتها محمد الشناوي، الاهلي بيقدر يتفوق بهدف لمحمد هاني وبيقدم مباراه قويه جدا جدا جدا. اتحاد جده يعني عليه اولا انه يتخطى فريق اوكلاند غدا، بس كل التوقعات يا كريم بتقول ان اتحاد جده هيتخطى اوكلاند سيتي. ماشي، هي يعني الموضوع شويه شبه محسوم بتوقعات الناس، يعني علشان خاطر الجمهور وعامل الارض واللاعبين. وبرضه بيقول لك من الحاجات اللي اتكلموا فيها برضه اتحاد جده عنده اسماء، وان كانوا 3 4 اسماء بس اسماء كبيره، لا واسماء دي حقيقة. محترمه واسماء تخوف، دي حقيقة. فده برضو كريدت كبير. هو عندهم اصابات مؤخرا، وعلى حظنا بقى ربنا كريم. لا بس استعادوا احنا وحظنا. استعاد عنصر مهم جدا، احمد حجازي اضافه قويه جدا جدا لخط الدفاع، خصوصا بعد اصابه فيليب لويس، يعني كان هيفرق معاهم بشكل كبير جدا لو كان حجازي مش موجود مع اصابه فيليب. يعني كان حسن كادش وعمر حسين، مع كل الاحترام والتقدير أكيد ليهم، أكيد. لا الاهلي يقدر يعني مهاجمي الاهلي يقدروا يتفوقوا عليهم بشكل كبير. انت عارف ايه اللي بيخوف يا كريم؟ مش قصه ان انا خايف من اسماء المنافس، قصه ان انا عندي مشاكل متكرره. بمعنى هكلمك عن مشكله واحده كافيه بصراحه ان احنا يعني اهدار الفرص رهيب، اهدار فرص رهيب. يعني انا لما اشوف لعبه حلو وباصات حلوه وهجوم حلو لكن ما بيكملش بالتسديده، طب ليه؟ وليه اغير او اهدر مره واثنين وثلاثه واربعه في ماتش واحد وفي شوط واحد كمان في بعض الاحيان؟ ده اللي عليه علامه استفهام، ده اللي بيقلق لي، ده اللي يقول لي يخليني يجي في مخي طب احنا لو لعبنا من المشهد ده والمنظر ده مع اتحاد جده ولا مع اوكلاند سيتي ولا هو انا لفرصي ان انا فعلا اوصل للفاينل دي موجوده اصلا؟ هو ده المنطق شويه في الكلام اللي بيتقال. مش مختلف معاكي، لكن يعني ظاهره اهدار الفرص نبع من عدم تركيز. الاهلي بيوصل كتير جدا جدا، ده موسم كامل، نص يعني موسم كامل. ما هي البطولات الكبرى بتخلص بالشكل ده، يعني لو حضرتك تابعتي مثلا انتراخت فرانكفورت بيلعب بايرن ميونخ، انتراخت سدد 6 مرات على مرمى بايرن، سجل 5 اهداف. يعني ده التركيز او دي الفعاليه الهجوميه، وده اللي هيكون مطلوب من لعيب النادي الاهلي. طبعا انا ممكن يعني اوصل للمرمى 20 مره واسجل مره او مرتين، وممكن ما اسجلش، ممكن اوصل 3 مرات اسجل ال3 مرات. فبالتالي احنا عايزين من لاعبينا وخصوصا لاعبي الخط الامامي ان هم يكونوا في كامل تركيزهم. لو كانوا مركزين انا واثق 1000000% ان الاهلي يقدر يكسب اي حد.
هو عامل مركزين او مش مركزين ده المفروض راجع لايه؟ يعني ما انا بلعب دلوقتي مباريات كنت الفتره اللي فاتت مهمه جدا، خارج من موسم اكثر من رائع، جماهير النادي الاهلي عندها امال كبيره جدا وبتعول على ان انا اقدم نفس الموسم ان لم يكن افضل، فالتركيز مش موجود كان في اللي فات ليه؟ يعني ايه اللي سبب في الغياب اصلا؟ دي بترجع للحاله النفسيه للاعب، ممكن يكون مركز اكتر في مونديال الانديه، عاوز ما يحصلوش اصابه، عاوز يكون موجود في القائمه، خصوصا ان النادي الاهلي عنده قوام كبير من اللاعبين، عنده سكواد هايل، بدليل ان يعني لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها في حاله جدليه عن اللاعبين المستبعدين، يعني في صلاح محسن، محمود متولي، اكم من لاعب كان الجمهور بيقول انه كان المفروض يكون متواجد او ما الى ذلك. فده دور من او دي نقطه من النقاط المهمه في عمليه عدم تركيز اللاعبين. بلس بقى ان في لاعبين لسه ما دخلتش، يعني ما جابتش كامل مستواها، على راسها موديست وحسين الشحات وبالاضافه برستاو. موديست خلينا نقول ان هو للاسف الشديد اصاباته كتيره جدا لسه لم يتعافى بشكل كبير، فكولر عند وجهه نظر طبعا زي ما احنا عارفين هو مش عايز يشاركه غير لما يتعافى بنسبه كبيره. يعني في بعض اللعيبه انا معاك لسه ما قدمتش ومنتظرين منها الكتير، لكن هل في لعيبه مستواها تراجع من وجهه نظرك ايضا؟ هو في لاعبين مستواهم تراجع عن المستوى المعروف زي حسين الشحات وبرستاو بالتحديد. الثنائي ده في ظل اصابه رضا سليم طبعا ربنا يشفيه كان هيفرق جامد طبعا بشكل كبير مع النادي الاهلي في بطوله مهمه زي دي. حسين الشحات وبرستاو الثنائي ده قادر على قياده هجوم النادي الاهلي مهما كان اسم المهاجم اللي بيلعب، يعني سواء موديست، سواء كهربا، سواء حتى صلاح محسن، سواء طاهر محمد طاهر لو حب كولر يلعبه مهاجم صريح، يقدروا يقودوا ويحركوا الهجوم الاهلاوي بشكل كبير، الثنائي ده بالتحديد، لان الاثنين بيمتلكوا مهارات كبيره جدا 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 على الجانب الفردي، زائد ان هم لاعبين جماعيين، يعني لو بصيتي على ارقامهم هتلاقي عدد المساهمات التهديفيه للثنائي كبير قوي. فده اللي نتمناه، يعني ان هم يكونوا في حالتهم الطبيعيه، زائد خط الوسط، يعني مباراه اتحاد جده ان تمت واتحاد جده قدر يتفوق على اوكلاند سيتي هتبقى معركه في خط الوسط، لان قوه الاتحاد كلها بتتمثل في منظومه خط الوسط زائد الثنائي الهجومي، سواء كان كريم بنزيما او عبد الرزاق حمد الله. لكن انا شايف ان قوه الاتحاد بتتمثل في خط الوسط بتواجد كانتي وفابينيو بالتحديد. يعني ما هو كانتي وبنزيما والاسماء دي يعني ماشي، ما هو اسماء عندهم برضو يعني اسماء كبيره وقويه، لكن عندهم مشاكل. يعني انت لو هتتكلمي فنيا الاتحاد عنده ازمه كبيره جدا في مركز الظهير الايمن، يعني سواء مهند الشنقيطي او مات ضله العليان، انا شايف ان يعني حسين الشحات يقدر يتفوق عليهم بشكل كبير. ده في الظهير الايمن احنا عندنا مشكله في مثلا المهاجم الصريح، عايز انت على الصعيد الثاني نتكلم كده مثلا. ماشي، بس موجود كهربا يقدر يلعب ده بشكل كويس. كهربا لاعب انا بشوفه رائع، ولكن في المباراه اللي فاتت واللي قبلها ليه كان في دروب؟ ليه كان في عدم توفيق؟ ليه ما كانش في يعني، او ليه انا ما ببصش على الجون وانا بلعب؟ يعني خلينا برضو نحلل ده. بصي المباراه اللي فاتت بالتحديد الاهلي لو كان قدر يسجل بشكل مبكر كان الجيم هيفتح، يعني اللي تابع المباراه هيفهم كلامي كويس. شباب بلوزداد فرقه كانت بلغه الكره عارفه هي عايزه ايه، قفلت بشكل قوي وحاولت انها تخرج بنتيجه ايجابيه في الشوط الاولاني تساعدها في الشوط الثاني اللي بداوا يتحرروا شويه هجوميا. لكن يعني لو تقدري تقولي ان الشوط الاولاني وان سايد جيم، الاهلي بيهاجم بس، وفي فرص بتضيع جدا جدا من بيرستاو، بتضيع من كهربا، بتضيع من حسين الشحات، بتضيع حتى من لاعيب الوسط. كان في حاله عدم توفيق عامه، يعني اللاعبين كلها يعني كره حسين الشحات بيحطها براسه بتخبط في العارضه، يعني الطبيعي الوضع الطبيعي بتخش جوه الجون، لا بتخرج. بيرستاو بيحاول يلحق ما يوصلهاش، مدافع شباب بلوزداد بيطلعها. فكان وارد جدا انك ما تكونش في يومك، وارد جدا انك يحصل لك دروب، وارد جدا انك بس ده بيحصل. يعني انا بتكلم دلوقتي على اخر مباراتين لكهربا اللي شارك فيهم، ده اتكرر واتكرر في المباريات الاخرى اللي ما كانش فيها اساسي وبيتكرر مع لعيبه اخرى. ما انا بص المشكله يا كريم انت بتتكلم او رؤيتك للموضوع ده ان عدم تركيز القصه، اعتقد من وجهه نظري وده اللي لمح ليه كولر بالمناسبه في تصريحاته، قال لك انا
موضوع اللمسات الاخيره دي عندنا فيها ازمه ولا تحل حتى هذه اللحظه، اللي هو قال لك لا في حاجه انت لازم ترجع فيها، يعني بما معناه اللي احنا فهمناه ان الموضوع مش هيعدي، هو واخد باله كويس قوي بالزبط. الجماهير واخده بالها كويس قوي، الناس كلها، المنافس بتاعك واخد باله كويس قوي، بدليل المنافسين بتوعك دلوقتي حتى افريقيا بقوا يتكلموا بلهجه في تصريحات قبل وبعد المباريات ان هم عندهم امال كبيره جدا يفوزوا عليك. اللهجه دي ما كانتش موجوده لو رجعت كام سنه لورا. ففي بعض الاخطاء اللي انت بترتكبها بتخلي المنافس بتاعك يعتقد ان هو فنيا يقدر يفوز عليك. للاسف الشديد ان احنا واصلين لده. فده مش معناه ان احنا بنقلل من النادي الاهلي، ولكن ده معناه ان انت اوقات بتخلق الفرصه للمنافس ان هو يتكلم او يصرح التصريح ده. للاسف ما هو ده بيحصل بسبب تراجع النتائج والمستوى، يعني العالم كله دلوقتي بيتابع بعضه، يعني الاهلي زي ما بيتابع اتحاد جده وبيتابع اوكلاند وبيتابع فلومينيزي بالتبعيه نفس الفرق دي بتتابع النادي الاهلي، فلما تشوف في تراجع في المستوى وفي تراجع في النتائج بي بي يعني مش عارف الامال بتعلى. اه بالظبط، يعني الطموحات بتعلى ولكن الاهلي قادر انه يضع كل في نصابي او في حجمي الطبيعي. انا متفق معاك، الكامباك بتاع الاهلي ده احلى حاجه، ان انا ممكن العب ماتش اتنين مش حلو ثلاثه بس الكامباك بتاعي بيبقى قوي وبيستمر. فدي نقطه هنرجع عندها، بس كريم هنروح فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. طيب كريم، عايزين نستغل الوقت اللي فاضل ونتكلم شويه سريعا عن اولا طبعا جوائز الكاف، لان مهمه قوي ان احنا نتكلم عنها ان شاء الله. الجوائز دي النهارده والحفل النهارده، كل التوفيق مره كمان للنادي الاهلي واللعيبه بتاعتنا، الفرص بتاعتنا اعتقد جيده. وعايزه اتكلم معاك كمان تحديدا عشان نقفل الملف ده، كاس العالم للانديه، لان في الفاصل انت بتقول لي ان لا الفرصه كبيره، اتحاد جده عندهم مشاكل كتيره جدا وفنيات كبيره عندها ازمه، لكن الفرصه اكبر لو احنا لعبنا اوكلاند سيتي وفاز اوكلاند سيتي على اتحاد جده. طب خليني اعرف منك. بصي انا كنت زي ما بقول لك كده في الفاصل، الصحافه السعوديه نفسها هم في حاله من القلق والتوتر من مواجهه النادي الاهلي مع الاتحاد في ظل مستوى الاتحاد الحالي، لان تاريخهم مع بعض الاتحاد هو اللي غالب على فكره والغلبه يعني هو تفوق، وكانت المواجهه الوحيده في مونديال الانديه كانت صبت لصالح الاتحاد بهدف محمد ضويا. لكن في الوضع الحالي بالرغم من تراجع النتائج ومستوى النادي الاهلي، انا لازلت مصمم ان النادي الاهلي يقدر يكسب الاتحاد بسهوله اذا استغل الهفوات الدفاعيه في منظومه الاتحاد. الاتحاد عنده مشاكل صعبه جدا في مباراه ضمك ظهرت، في مباراه سيبهان الاخيره في دوري الابطال ظهرت، حتى في مباراه القوى الجويه يعني خسر من القوى الجويه العراقي بهدفين، في وجود رومارينيو، في وجود حمد الله، وفي وجود بنزيما، في وجود كانتي، فابينيو بقى لاعب بديل، يعني تحول الى لاعب بديل في اخر المباراه. اه صحيح عشان خاطر الاصابه، ولكن فابينيو يعني لاعب منتخب البرازيل الاساسي وليفربول والكلام ده كله. جوتا مش قادر يجيب مستواه، كورنادو هو اللي بيقدم مستوى كويس جدا، صالح العمري برضو كويس، زكريا هوساوي لعيب عوض غياب احمد بقى مسعود، ولكن انا شايف ومصمم ان النادي الاهلي يقدر يكسب الاتحاد بسهوله، بسهوله كمان. بالنسبه بقى لجوائز الكاف، يعني شايف ان في لعبه موائمات هتحصل. اه والله، يعني شايف ان مثلا هي طبعا تواجد محمد الشناوي حارس النادي الاهلي في منافسه مع اونانا ومع ياسين بونو على جائزه افضل حارس مرمى في افريقيا، ده انجاز عظيم جدا جدا للشناوي وللنادي الاهلي. طبعا هي محسومه لياسين بونو، يعني طبعا اداؤه التاريخي في المونديال وقياده اشبيليه للتتويج باليوروبا ليج، ده في حد ذاته يعني بيحسم الامور بشكل كبير. النادي الاهلي ان شاء الله هيحسم جائزه افضل نادي داخل القاره. نروح بقى لنقطتين مهمين، اول نقطه عدم تواجد مارسيل كولر في افضل مدرب. يعني دي حاجه غريبه جدا، يعني حاجة غريبة هو جدا. هو جه بن شيخة، هو كان المفروض ان هو مرشح وجه بن شيخة بعد كده في القايمة التوب 3. يعني انا مش بقول ان مارسيل كولر ياخدها، يعني طبعا هتبقى هي محسومة برضه يا الوليد الاجراجي. ولكن كان على الاقل لازم يكون هو الثالث مع اليو سيسي. في برضه حاسس بلعبة ما كده هتحصل في جائزة افضل لاعب داخل القارة، مش هتروح لبرستاو، هتروح لبيتر تشالويني لاعب سان داونز. ده اللي انا حاسه. بس انت حاسس ده هيبقى راجع لايه؟ يعني لعب في التصويت ولا مش لعب؟ هي موائمات. ليه عندك التشكيك ده؟
مش عندي انا بس، انت لو تابعتي الصحافه في الجزائر، الاتحاد الجزائري اعلن ان مفيش اي صحفي جزائري هيروح يغطي الحفل النهارده، اعتراضا على اللي بيحصل، واعتراضا على عدم تواجد اتحاد العاصمه وتواجد رياض محرز في الجوائز. يعني المغرب بتنافس على كل حاجه تقريبا، يعني هي داخله كل حاجه في كره القدم للرجال وكره القدم النسائيه، مرشحين بس في كل هم حاجه. اونستلي يعني هنتكلم عن كره القدم للنساء تحديدا، هم من التوب 10 عالميا في اوكي حقهم انا ما يعني. اقدرش اتكلم في ده بس، ولكن اتكلم ان ازاي يتواجد الوداد ضمن قائمه افضل نادي في افريقيا وما تواجدش بطل الكونفدراليه. اوكي يعني دي برضو نقطه تحسب عليهم، ودي نقطه من النقاط اللي لجأ ليها المسؤولين في الجزائر للتشكيك في تحسب هنا مصداقيه قصدك الجائزه. على الكاف ولا تحسب تحسب عليه، على المغرب ولا ايه؟ لا تحسب على الكاف. على يعني الكاف يعني. يعني هو الكاف في النهايه هو اللي بيختار ده. هل بتعتقد ان في مجامله يعني عشان الدوله اللي هي المستضيفه؟ بمنتهى الصراحه والشفافيه، يعني في اختيارات كده ما كنتش شايف ان هي يعني على راسها الوداد. يعني انا مستغرب جدا جدا ان ازاي يكون الوداد ضمن القائمه النهائيه للمرشحين. يعني الاهلي، صن داونز، اتحاد العاصمه، كان المفروض ده يكون الثلاثي. بلس بقى ان في برضو يعني يعني مش عارف، يعني مثلا علي معلول ومحمود كهربا قدموا مستوى رهيب جدا في دوري الابطال الاخير ده، كان المفروض ان واحد منهم يتواجد مع بيرستاو على حساب فيستون مايلي مثلا. طب والمنافسة بين محمد صلاح طبعا واللعيبة هو المنافسة على الجائزة رأيك فيها يعني ايه؟ اتمنى طبعا ان محمد صلاح يفوز بالجائزه، ولكن انا شايف ان حظوظ فيكتور اوسيمين هي أشرف الاكثر. حكيمي؟ لا فيكتور اوسيمين، اوكي ما سمعتش. اوسيمين عمل موسم يعني فظيع مع على نابولي يعني طبعا. التتويج باللقب الدوري بعد سنين طويله جدا، والتتويج بلقب الهداف، وتقديم مستويات مرعبه. يعني هو بصراحه كان في الكالشيو او في السيريا ايه، لا فيكتور كان مكسر الدنيا حرفيا مع يعني نابولي. انت شايف فيكتور الاقرب من صلاح ومن اشرف حكيمي؟ دي وجهة نظري، ووارد اكون مخطئ فيها، ولكن انا شايف ان هو الاحق واكتر حد ممكن يكون مرشح لجائزة افضل لاعب، اللي هي الجائزة الاهم في الحفل. يعني بس انت تقييمك لمشوار محمد صلاح برضو، لان هو بيمشي بسرعات رائعة جدا، حتى لو حصل له دروب مباراة او اتنين الكامباك بتاعه برضو بيبقى لا قوي خلاص، هو صلاح يعني يعني بيعوض. صلاح مش من الموسم ده، بس على الموسم مستوى سبق. الجوائز مش بيبقى موفق قوي برضو، خلينا نقول مش بياخد حقه قوي في الجوائز دي. بصي خلينا بس نتفق ان هو فكره ان احنا يكون عندنا لاعب من المرشح، يعني احنا يعني لسنوات قريبه احنا كنا بنحلم بس يكون عندنا لاعب بيسجل في الدوري الانجليزي هدف واثنين وثلاثه، وفي دوري الابطال اصبح عندنا لاعب بيوصل ل 200 هدف يعني و150 هدف في البريمير ليج، اقوى بطولات العالم. هو صلاح خلاص قائمة ليجند أفضل 10 هدافين برضو دخل القائمة. بالظبط، يعني هو خلاص يعني هو ليجند. يعني صلاح لما يعتزل هيتعمل له تمثال في الانفيلد، وده الموضوع منتهي. بلاس ارقامه يعني مرعبه، يعني بيغيب زي ما انت قلتي ويرجع بمنتهى القوه، ويرجع يسجل ويرجع صحيح. يتالق. واحلى حاجه في صلاح انه بيخلق دوافع لنفسه، يعني دايما في حاله تحدي مع الذات. يعني كنا نتمنى انه يكون في سن اصغر من كده عشان خاطر يكمل ويعيش في الملاعب الاوروبيه سنين اطول، ولكن يعني ده وضع طبيعي. والله يو نيفر نو زي ما بيتقال، لان عندك هو دلوقتي كام صلاح تحديدا؟ تقريبا 31 32 حاجه زي كده. 31 سنه، ممكن يبقى لسه قدامه 10 سنين يعني، ممكن ليه جدا. لا؟ يعني لعيبه كتير ليه لا؟ كملت للاربعينات يعني. ف ليه لا؟ صلاح محافظ على صحته ومحافظ على لياقته بشكل كبير. وبرضه هنلف ونرجع لنقطة سباليتي. سباليتي صلاح مدين له بالفضل بشكل كبير جدا جدا جدا، انه طور نقطة تسجيل الأهداف. محمد صلاح كان لاعب مهاري وسريع، ولكن نقطة تسجيل الأهداف ما كانتش أحسن حاجة عنده. لما اتمرن مع سباليتي في روما، لا صلاح انفجر، يعني معدل التهديف بتاعه، الفينش بتاعه بقى عالي قوي قوي قوي، وده اللي نفعه وأفاده بشكل كبير مع ليفربول في الفترة اللي لعب فيها مع يورجن كلوب. طب كريم كده قبل ما نختم، انت شايف كاس العالم للانديه الاهلي باذن الله ممكن يوصل للفاينل؟ ان شاء الله، يعني هي فرصه عظيمه جدا جدا للنادي الاهلي انه يستعيد كبريائه ويستعيد ثقافه الفوز والتتويج وتحقيق الانجازات مره اخرى. يعني انا لازلت مصمم ان انا متفائل بشكل كبير بمستوى الاهلي حتى في الوضع الحالي،
وشايف ان الاهلي لو لاعب اوكلاند سيتي او لاعب اتحاد جده يقدر يتفوق. هيبقى المعضله في مباراه فلمنيزي، ولكن يعني برضو شايف ان النادي الاهلي بناء على تجارب صف ضد فرق امريكا الجنوبيه والسيناريوهات ممثله يعني. بالظبط، الاهلي بمن حضر فعلا يعني. الاهلي عنده مجموعه من اللاعبين لو في حالتها الفنيه، وانا كلامي محدد، يقدر يتفوق ويقدر ان شاء يلعب الله فاينل ان شاء الله مع مانشستر سيتي، وتكون يعني اجمل ختام للسنه. يا رب. اه والله عايزين نفرح بقى يعني، نتمنى ذلك. كل التوفيق للنادي الاهلي يا رب ان شاء الله فيما هو قادم. اشكرك جدا يا كريم على وجودك، يعني قراءه كانت سريعه بس ممتعه كالعاده. اشكرك ميرسي، جدا، ربنا وده يخليك. مكانك اكيد يعني. الله تقابل يرحمك. باذن الله مره تانية. كل التوفيق للنادي الاهلي في الجوائز ان شاء الله النهارده وفي كل المباريات والتحديات القادمه. اشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.